مساء النور، مرحبا بكم في سبور اكسبريس. البداية مع المسابقات الافريقية، وفي رابط الابطال نادي ديكادا الصومالي هو منافس الترجي في الدور التمهيدي الثاني من المسابقة الافريقية. الذهاب خرج تونس ما بين 13 و 15 سبتمبر، والاياب ما بين 20 و 22 سبتمبر. الفريق الصومالي ترشح رغم الهزيمة اليوم على ميدانه ضد ارتا سولار من جيبوتي 4-3، وترشح كان فضل انتصار الذهاب 2-0. نذكر انه في رابط الابطال زاد الاتحاد المنستيري، وفي صورة التأهل متاعه إن شاء الله يواجه مولودية الجزائر اللي ترشح البارع على السب والتنجا من ليبيريا. في كاس الكاف، النادي الصفاقسي باش يواجه نادي روكينزو البوروندي. الذهاب خارج تونس بين 13 و 15 سبتمبر، والإياب في تونس بين 20 و 22 سبتمبر. الفريق البوروندي ترشح اليوم على حساب هورسيد الصومالي بعد ما ربح 2-2. الذهاب كان في بتعادل 0-0. بالنسبة للملعب المهيري، ملعب السيسيس، اليوم في جلسة ما بين وزير الشباب والرياضة ورئيس السيسيس، الوزير أعلن أن وزارة المالية وافقت على رصد اعتمادات بقيمة 1.9 مليار لتأهيل ملعب الطيب المهيري إفريقيا. في كاس الكاف، زاد الملعب التونسي كمل تحضيراته لمواجهة جاموس جوبا من جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي الثاني من كاس الكاف. المقابلة غدوة 7 نتاع العشية في ملعب حماد العقرب في رادس. الملعب التونسي فاز في الذهاب 1-0. أسبقية الذهاب ومباراة العودة تحدث عليهم مدافع الملعب التونسي مروان صحراوي في ميكرو زميلي أحمد عادل. صحيح، يقعد سكور صغير، أي جمعية كي تمشي لبرا يعني تتمنى تربح بأكبر سكور بوسيبل باش تاخذ أفونتاج كبير في الروتور. أما كمان يقعد سكور باهي، خاطر تحب ولا تكره الإكستيريور وفي الأفريك، والأفريك جو آخر، دونك هذا باش ناخذوه جو بون كوتي، نقولوا أفونتاج باهي وإن شاء الله نزيدوا نأكدوا في الماتش هذا إن شاء الله. في صورة ترشح الملعب التونسي إن شاء الله للدورة التمهيدية الثاني من كأس الكاف باش يواجه اتحاد العاصمة الجزائري اللي يدربوا نبيل معلول. في النادي الافريقي اليوم وصل لتونس متوسط الميدان الغاني محمد شوكان اللي عمره 21 عام وباش يعمل فحوصات الطبية قبل الإمضاء مع الفريق. بالنسبة للملف، رفع منع الانتداب إدارة النادي الافريقي شرعت في إجراءات غلق ملف مستحقات فريق ناصر حسين داي الجزائري واللي قيمتها 200,000 دولار، حوالي 640 مليون توانسة. ذكر أنه النادي الافريقي سكر ملفات كل من زكريا العبيدي، أليون باي وفريقه، رودريك كوسي، وإدارة الكلوب راسلت الفيفا بخصوص التحويلات اللي صارت للثلاثي الجزائري بالحسيني العمارة وبن عيادة. لاعب المنتخب الكونغولي جونيور لوسوكو وصل اليوم لتونس للإمضاء مع اتحاد بنقردان. جونيور لوسوكو عمره 27 عام، كانت له تجربة مع الملعب التونسي ما بين 2018 و2020. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بوانا.